بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. شكرا لقناة المغرب او المغرب الحر على هذه الالتفاتة، ومرحبا بكم في المكتب ديال الاستاذ نبيل النوري. فيما يتعلق ما قلتم فيما يتعلق القضية ديال المديمي، الاخ المناضل المديمي، فاليوم كانت القضية ديالو مطروحة امام المحكمة ديال الاستئناف بمراكش، ولو بانه قد تم عزلي من قضية الاخ المناضل المديمي بدون اي وجه حق، ولكن كنت متواجدا بالمنظمة التي أنتمي إليها وأنا عضو مؤسس لها والمستشار القانوني الوطني والدولي لها، المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم التي بالفعل كان اليوم عندها واحد صدى كبير في مدينة مراكش من خلال مجموعة الهتافات والإعلان اللامشروط على مساندة قضية الأخ المديمي. فالأستاذ نوري وإن كان لم يعني تم منعه من الترافع في محراب القضاء، ولكن الحمد لله والشكر لله ها هو يترافع باسم المنظمة المغربية للملكين عبر العالم التي كانت حاضرة بكافة مكوناتها وكافة يعني بما فيهم السيد الرئيس المحترم سيد الغزالي الذي كان حاضرا اليوم، وبالفعل كان عنده واحد إشعاع كبير على مستوى يعني على مستوى يعني المساندة ديال القاضي ديال الأخ المديمي. فكما شفتوا على مستوى السوشيال ميديا هتافات وهتافات وطلبات وملتمسات استعطافية إلى السدة العالية بالله من أجل التدخل في هذا الملف وإطلاق سراح الأخ المناضل المديمي. فالحمد لله صوتنا، وإن لم يكن صوت الدفاع فاليوم صوت المستشار القانوني المنظمة، كان له واحد صدى كبير في كافة أرجاء مدينة مراكش. فشكرا شكرا جزيلا للمنظمة المغربية الملكين عبر العالم للاستجابة إلى ملتمسنا وطلبنا بتبني قضية المديمي، وبالفعل كانت المنظمة حاضرة كما قلت اليوم أمام محكمة مراكش. هذا فيما يتعلق بقضية المديمي. فيما يتعلق بقضية الأخت سميرة التي تدعو لها بالشفاء العاجل من هذا المنبر، الاعتبار بأنها تمر بوعكة صحية نوعا ما مزرية، فمرات عدة بين تتصلوا بها ولكن مع الأسف يعني تنحسوا بالفعل بأنها غير بالصوت ديالها بأنها راهي طريحة الفراش، تنتمناو بأن الشفاء العاجل لها. فالملف ديالها رازل بأنه ساري مفعول أمام محكمة فاس فيما يتعلق بدعوى الرجوع لبنت الزوجية بحول الله وقوته، بأنها تكون في هذه الأيام القليلة بحول الله وقوته عن جوع المذكرة ديال الدفاع الخصم. كذلك بأن طرحات مجموعة من الشكاوى، ولا سيما يعني ما بغيش نتسرع نقول شي أمور معينة خاصة، ولكن القاضي ديال سميرة بين أيدي أمينة بين دفاع محترم الأستاذ نبيل النوري، وكذلك الأخت والزميلة المحترمة الأستاذة خديجة الروغاني من هيئة الدار البيضاء، ومن لا يعرف الأستاذة خديجة الروغاني فاحنا تكبدنا أنا والأخت الزميلة بكافة الملفات المتعلقة بالأخت سميرة، والحمد لله راهي غدا في المسار ديالها القانوني، وأي جديد نعلمكم به بإذن الله وقوته. استاذ سمحنا بالله، الاخت سميره دارت واحد عمليه الشفط بحال هكا كتسمع في مواقع التواصل. انا بالنسبه لي فيما يتعلق بعمليه الشفط او كذا، هذاك الشيء انا ما عندي علاقه به، هذاك المساله ديال الشفط سولوا العيالات عليه. ما واش اثرت على الصحه ديالها؟ ماشي على شي حاجه. انا لا علم لي، انا بالنسبه لي العلم ديالي هو بان في وعكه صحيه السبب يكون الشفط او شي حاجه واحده اخرى، فانا اتعامل مع الممكن ديالي على مستوى الضيق، ما تجمعيش بهم الامور الاجتماعيه عاد نبقى نسول علاش وكيفاش. راني مريضه. شكرا الاستاذ النوري، وشكرا على الصراحه ديالك وعلى سعه الصدر ديالك. شكرا لنا كامل الشرف حبيبي العزيز، والى الملتقى ان شاء الله بحول الله وقوته، وحنايا مع الراي العام والحق في المعلومه. شكرا لك.
مع السلامة.